حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو محمد ربيع سعدة صاحب مطعم قصر النرجس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أهلا وسهلا. تحياتي. طبعا كنا تحت الهواء عم نحكي عن الأكل وقديش جعان بالنا نروح نزور المطعم لهيك اندمجنا. ميت أهلا وسهلا بس روان عم نروح نفرح علينا. للأسف يا أهلا وسهلا فيكم. بداية أنا شهادتنا مجروحة فيكم. أنت بتعرف يعني هذا الموضوع, جربنا أكلاتكم ونعرف كل التفاصيل اليوم متعلقة بهذا المطعم والضجة يمكن اللي عملها, ولكن اليوم صار في أسلوب مختلف اللي هو أنت اتبعته حضرتك, موضوع السوشيال ميديا, وكان بطريقة جدا مختلفة. قد ايه اليوم لعب هذا النمط التسويقي بالنسبة لك بمعرفة هذا المطعم أو حتى يمكن نجاح مشروع معين؟ نعم, بداية شكرا كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. وأنا سعيد كثير بأنه أكون معكم للمرة الثانية. مطعم قصر النرجس من المطاعم الأولى اللي فتحت باسطنبول. نحن بنقدم الأكل الشرقي والغربي والمشاوي بالإضافة للأشياء, والحقيقة اشتهرنا فيها للأشياء الشامية يعني. صحيح. بفترة من الفترات أول ما فتحنا إجينا على البلد, أكيد مو سهل إنه الواحد يفتح مطعم ببلد مو بلده, فبالتالي بدأت تواجهه كتير من الصعوبات. ففتحنا والحمد لله كانت الأمور جيدة. بعض أصدقائنا ومعارفنا يجوا يسألوني بهالفترة هي إنه يعني مقبلين على إنه يفتحوا مطعم أو شيء كذا, فيسألوني شو نصيحتك لنا إذا بدنا نفتح مطعم. يكون جوابي أنا بهذاك الوقت إنه المصلحة بدها يكون اللي بده يقدم عليها يكون كريم, ويكون مهنته يعني انه عنده صح خبرة فيها, وبالإضافة انه يعرف يدير هذا المشروع, هو هذا شيء أساسي. طبعا اليوم إذا بيجوا بيسألوني نفس السؤال انه شو بتنصحنا إذا بدنا نفتح مطعم, فبتكون نصيحتي انه ميديا ميديا ميديا, يعني 10 مرات ميديا, بعدين صحيح بيجي الكرم. بعدين ليش معك القصة مع الميديا ومن دون؟ ايه فرقت كثير الحقيقه. يعني انا يعني مثل ما قلت اول شيء كان ماشي الحال, اليوم انت منافس بالسوق التركي والعربي ايضا. نعم ما شاء الله الامور جيده, انا كثير مبسوط باللي عملته على الميديا. قبل معروفين مثلنا مثل اي مطعم. الفتره اللي فتحنا فيها كانت اواخر 2012, فكثير من الناس اللي موجوده هون بتعرف مطعم قصر النرجس, ولكن الميديا خلتنا نعرف اكثر, يعني نعرف على مستوى العالم, يعني بيحكوا معنا من امريكا, من بريطانيا, من اوروبا, من الخليج, يعني بيخبرونا عم نتابعكم بس نجي على اسطنبول بدنا نزوركم. يعني طيب قديش سهل او صعب بالنسبه لصاحب المطعم اللي بده يتحول للسوشيال ميديا؟ نعم, اذا مثلا بده يحط صوره نمطيه لحاله او بباله ممكن انجح او ممكن ما انجح؟ نعم, بداية كان الموضوع كتير صعب علي, فاجتمعت مع فريق العمل اللي مسؤول عن موضوع الميديا للمحل طبعا, فتشاورنا بالموضوع انه نحن عم نصور فيديوهات فقط, طريقة تحضير الطبخة, وصار لازم حدا يظهر, ونحن عم نقول انه انت لازم تظهر بالفيديوهات الجديدة. كان الموضوع صعب شوي لدرجة انه في اول فيديو او اثنين اليوم بشوفهم بحس حالي يعني يعني شيء مضحك, فبعدين الحمد لله مشينا. كنت خايف متلبك؟ كنت خايف. شو اللي كان كتير ببالك وانت عم تحاول يعني اول مره؟ اول مره كان عم نيجي ببالي زوجتي واولادي انه شو بده يقولوا بابا, انه ماله بالقصه هي نهائيا يطلع هلا على الميديا ويحكي. هن شجعوني ويعني والاهل وكذا, انه الحمد لله صرت شوف يعني الناس عم تيجي على المطعم عم يعني مبسوطة باللي أنا عم ساوي, عم يقولوا لي إنه في شيء عم نشوفه كثير مرتب, عم تقدم بطريقة مميزة. والحلو ببساطة يعني قلت لك قبل شوي تحت الهواء ما في أفوارة بالشرح, ما في أفوارة بالتفاصيل واستخدام هي التواصيف تبع اللهجات الأوفر. لا أنا عم بعطيكم معلومة وعم وصلكم فكرة وعم أعرفكم على شيء موجود عندنا بالمطعم لا أكثر ولا أقل. أفكار مين بتكون أستاذ محمد؟ حضرتك أنت مثلا بتقول بدنا نعمل كذا كذا, ولا لا خلص قسم السوشيال ميديا هو المسؤول عندك, هو اللي بتابع كل التفاصيل؟ قسم السوشيال ميديا قبل كان هن يقولوا لي يلا بكرة جهز حالك, عندك تصوير ساعة 2 أو 3 اللي هو بقول لهم أنا لا خليها بعد بكرة, خليها اللي بعده, خليها الخميس, خليها الجمعة اللي هو. اليوم صرت أنا دق لهم إنه يلا جاهزين بكرة على الساعة 2 بدنا نصور الأكلة الفلانية, عفرض مثلا الملوخية, البامية, الأشياء اللي هي يعني صرت أنا بقى هلأ بيتذكروا بيقولوا لي صار الله وقت كنا نقول لك
انه بكره عندك انت تتهرب وبس بدها هي. يعني اليوم الحمد لله الامور جيده اجمالا. الحمد لله يا رب. لله. شو اكثر فيديو او اول فيديو انشهر اكثر شيء وحسيت انه فعليا انطلقت من بعده؟ اول فيديو صورته كان عن اكله القشه. عم طبق المنسف القشه اللي بيتكون من اكثر من صنف، السجقات، لحمه الراس، لسان، النخاع، المقادم، الحفاتي اللي هي صورته وانا حابه، يعني على اعتبار انه نحن اساسا اشتهرنا بهالاكله ونحن اول من قدمها باسطنبول يعني. فكان كنت انا كثير مبسوط وانا عم صوره والحمد لله لقى تفاعل كثير منيح على الميديا وكثير ناس عم تيجي وتسال مثل ما ذكرت لكم والحمد لله. يعني شو الانتقادات اللي بتجيك تقراها كلها؟ بقرا كل شيء عم يجيني. ايه بقرا قليل جدا يعني ليجيني انتقادات من فضل الله، يعني اكثر من 95% من الكومنتات اللي عم تيجي فيها مدح وفيها هي، واللي عم يقول انه اجينا وجربنا، واهم شيء يعني انه عم ننقل للناس بصدق الشيء اللي عم نقدمه. يعني عم حب انه الزبون يجي فرضا يطلب وجبه من الوجبات تكون شايف الفيديو يعرف انه هيك هيك عم ننزلها، تماما شو المرافق اللي معها، شو بتتضمن، شو المكونات، شو يعني هذا الشيء اللي بيشوفوه بالفيديو هو نفسه اللي بينزل لهم على الطاوله، نفسه ابدا ابدا الحجم والكميه. وفي ناس أبداً بتصور حجم وبتيجي بتلك. صحيح صحيح. لا لا نحن ابدا بعمل جهدي انه صور الشيء اللي بدي نزله قدام الزبون تماما لحتى ما يصير اي. هلا بدنا نحكي على الجديد. ان كان بموضوع قصر النرجس رح يكون له فرع ثاني، عم تشتغل على هذا الموضوع. شو ممكن تطور بموضوع السوشيال ميديا؟ يعني تعطينا شوية تصريحات مستقبلية. نعم إن شاء الله. والله عم تجيني اتصالات عروض كثيرة من أكثر من دولة، منهم ليبيا، منهم سلطنة عمان، بالرياض، بالسعودية كمان. يعني عم نشوف ان شاء الله، يعني بلكي ان شاء الله بالقريب العاجل. بس باسطنبول حتضل بهذا المكان؟ ما راح يكون في شيء في نية والله ان شاء الله كمان قريبا ان شاء الله. كل التوفيق. كل التوفيق لك. الله يخليك يا رب. بالنسبه للميديا ان شاء الله مستمر انا بالشيء اللي عملته. جميل. وان شاء الله يعني كل ما انا عم نحسن الامور اكثر ان شاء الله حتى تعجب المتابعين. بتفكر تطلب تقييم في محلات؟ شفت عم تعمل تقييم اونلاين للمحل يرتفع تقييمه كمستوى المدينة أو المنطقة اللي هنن فيها، فكرت تعمل هذا الشيء؟ ايه أكيد أكيد إن شاء الله، يعني قريبا بدي عم نشتغل على هالشيء وإن شاء الله بدنا إن شاء الله يا رب كل التوفيق. بسطنا وجودك معنا محمد ربيع سعدة. أنا كثير انبسطت فيكم. صاحب مطعم قصر النرجس. يا أهلا وسهلا فيك. شكرا. رح يكون في أصناف جديدة غير القشة؟ إن شاء الله إن شاء الله. معناتها خلص لازم يكون في زيارة. أنا سكتت لأني ما باكل القشة الفترة اللي بعد. نهارك سعيد. الله يخليك. كلكم زو.